فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنسان يطيل المكث في الحمام أكرمكم الله وتفوته الصلاة باستمرار، هل يأثم على هذا الفعل؟ إذا كان هذا ليس بتعمد منه وإنما هو شيء يعني شيء يطرأ عليه ولا يستطيع دفعه، هذا يسمى الوسواس، فعليه أنه يحاول نفسه من ترك هذا الوسواس ويتوضأ ويخرج، يعود نفسه على ذلك، يستعيذ بالله من الشيطان إذا أراد أن يدخل لقضاء الحاجة أو الوضوء، استعيذ بالله من الشيطان. نعم.